أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تدشين خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية المتوفرة ضمن الحزمة الإلكترونية لخدمات المحاكم والقضايا والدعاوى المدنية والتجارية عبر البوابة الوطنية. ومن المتوقع أن تتيح خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية لأصحاب الشأن من المحامين والأطراف ذات الصلة بالدعاوى إمكانية دفع المبالغ المالية المستحقة لمعاملاتهم لدى وزارة العدل من الأمانات أو الرسوم الخاصة بالدعاوى القضائية المختلفة بطريقة سهلة وفعالة، وذلك عبر عرض المستحقات المطلوبة كافة مع توفير إمكانية السداد الكامل لمستحقات في معاملة واحدة وفي إطار بيئة إلكترونية آمنة. هذا وتعد خدمة السداد الموحد إضافة نوعية في عملية التحول الإلكتروني داخل قطاع العدالة في المملكة، وخطوة مهمة من شأنها المحافظة على وقت وجهد المستفيدين وتقليص التعاملات النقدية بشكل يواكب التوجه الحكومي نحو تفعيل المدفوعات الإلكترونية في ظل الوتيرة السريعة للتحول الإلكتروني الشامل التي فرضتها الجائحة، وبما يتماشى مع أسلوب التعاملات اليومية ويحقق رضا المستخدمين من كافة فئات أفراد المجتمع.